السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حلويات حبيبة. اليوم إن شاء الله نحضر معكم عصير حامضة اللي كيجي رائع جدا، وصراحة هذا عصير اقتصادي وصراحة مفيد، يعني عصير صحي. لو كان أننا ما نستعملوش السكر كتير يكون أحسن. صافي، هنا غنبدأ. بسم الله، ناخد حبة ديال الحامض. ضروري الحامضة تكون صفراء على هذا الشكل هذا، ويكون القشر ديالها يعني رطب، ما تكونش شي حامضة اللي خضراء هكايا والقشر ديالها غليظ، فما غاديش يصدق لكم العصير، غادي يجي مر. ضروري من الحامض يكون صفر. بسم الله، انا قطعت الحامضة ديالي على هذا الشكل هذا باش كتسهل عليا انني نزول ليها العظومة او العلف اللي فيها. بهذه الطريقة هذه غادي نتأكد أن ما دزليش حتى شي عظمة في العصير، لأنه هو اللي كيمرر لينا العصير. صافي، غنقطعو بهذا الشكل هذا، غنوضعو في الخلاط. بالنسبة لهذا العلف هذا ضروري أنني نزولو بهذا الشكل هذا. ضروري خصكم تاكدوا بلي زولتوا كاع العلف اللي في الحامض. كنستمر حتى نقي الحامض ديالي كله. غنضيف عليه تقريبا غنحتاج لتر ديال الماء، لكن هنا غنضيف فقط نصف لتر على هذا الشكل هذا حتى كيتطحني الحامض مزيان. ونصفي، غنوضع معاه السكر، كأس العنبة ديال السكر. ممكن تنقصوا او لا تزيدوا على حساب هذا ديالكم. الذوق، يعني الحلاوة كتبقى ديما على حساب الذوق هي والملح. صافي، غنطحن كل شيء مزيان. صافي، هو العصير ديالي بعد ما طحنته كيف كتشوفوا. غادي نصفي، طحنت مع السكر باش كيتطحن مزيان وكيجيني هكا يسهل بلا ما نبقى نحرك. من الاحسن اننا نضيفه مع السكر في الاول. صافي، غنبرك على هادو حتى كيهبط لي داك الماء والسكر. صافي، هنا بعد ما صفيتو غنضيف عليه الماء على هذا الشكل هذا. صافي، هو العصير ديالي بعد ما وجد جا على هذا الشكل هذا. كيجي رائع جدا. بحامضة واحدة كنتحصل على لتر وربع ديال العصير. كنتمنى يعجبكم الفيديو، ولا عجبكم ما تنساوش جيم وتشتركوا في القناة وديروا تفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد. وشكرا على المتابعة، وإلى وصفة أخرى إن شاء الله.